السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سي عمر كي داير؟ بخير لاباس عليك. لا ممكن تشرح لنا بعض المعلومات على هاد البيشولين هذه، شحال هذا باش غرستوها تقريبا ديال العمر؟ غرسناها خويا عام الأول في شهر 12. هي تبارك الله راه كبرات تبارك الله. كبرت. وقال لي كنتو غرستو شي حاجة وحيدتوها. واحد النقلة ولكن النقلة كلها ماتت، غرسنا واحد السيد من العطاوية ولكن كلها ماتت، ما نقلة ما والو. وهاد السيد اللي غرسها لكم مهني؟ واه تيقول مهني ولكن ما شفنا عنده لا ديبلوم لا والو. يعني شي حاجة عشوائية. عشوائية. وهاد النقلة هادي اللي جبتو نتوما غرستوها يعني غادية في الزيادة مزيان، راه كتبان تبارك الله غادية في الزيادة مخيرة. عبد الغيات هادي. تبارك الله غادية مزيان. لا مخيرة. إوا سيدي كنشكرك على هاد المعلومات هادي وحنا دابا غادي ندوزو نخدمو هاد الفيرما هادي. إن شاء الله. غادي نديرو فيديو للمشاهدين باش يشوفوا كيفية الخدمة كيفاش كدوز إن شاء الله. أخو الله يجازيك بخير. شكرا. إن شاء الله. نوريكم طريقة ديال التكوين ديال الزيتون من نوع البيشولين. طريقة العمل هي هذه، الزيتون هاد البيشولين هادي راها كتولد وكترجع الراس هاد تحت، يعني ما كنحتاجوش باش غادي نطابليوها ولا نعرضوها ولا نطابليوها من فوق، لهذا وتحيد لها هاد القديم هذا، هاد القدام هذا هما اللي تتحيد، بحال هاد الطريقة هادي، كنطلعوها بواحد 50 سنتيم حتى ل 60، ما بين 50 60 حتى 80 إلا كثرت، بحال هكا، هادي هي الخدمة ديالها، ماشي شي حاجة كثيرة. طريقة التكوين ديالها هي سهلة، نقلة تبارك الله راه ساتينها الناس من داكشي الرفيع، راه جدر واحد، نقلة يعني مختارة، يعني نقلة زوينة، ماشي شي نقلة اللي ناقصة، لهذا الله يكمل بخير على هاد الناس. هنا هادو كيوليو واحد الوقت كيوليو هادو هما اللي كيبداو منهم الأمراض، هادو كيبداو منهم الأمراض. هذه هي الطريقه، ملي كنشوفوا شي جدر اللي داخل ما بين الخوت بحال هكا هو اللي تنحيد من الزيتونه، الراس ديالها ما تنقيش. هذه الطريقه هذه والعمل غادي مزيان، هذه الطريقه هذه الا ان كنشوفوا قرب السي عمر هنا، الا ان كنشوفوا هنا كيعطينا واحد جوج ثلاثة أربعة، هنا كنضطروا باش نحيدوا جوج ونخليو جوج باش ما كيجيوناش من يكبروا يجيونا مراكمين بوحدياتهم. فهمت يا سي عمر؟ فهمت اخويا. يجي واحد بارك على واحد. اه فهمت. نقصوا منهم. هذيك هي العمليه اللي كتخدم الفوق. الله يعطيك الصحه. بهذه الطريقه هذه هادو جاو من تحت ما تنرحموهمش، هادو تنحيدوهم بدون ما كنتشاوروش عليهم. حنا ديما كنقلبوا حنا غير اللي عطاتنا المراكبين اللي بغيت يتراكبوا لينا. اللي بغيت يتراكبوا هما اللي تنحيدوا، ما كانوش ما تنحيدوش منهم. غادي تراكم من يكبر كنحيدو ونخلي الزيتونه ديالنا كتبقى زياده. شكرا اخويا تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحه. هذا العمل ديالنا السي عمر، هذا ما هادشي كيجري لنا معدم، هادشي غادي لنا معدم، حنايا ما عندناش سميتو والدعامه ضروريه ضروريه للدعامه، ياك السي عمر؟ اي اخويا. لا بدا لا بدا، ما درتوش الدعامه الاول شنو اللي وقع لكم؟ واه في الاول شكرا اخويا تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحة. هذا العمل ديالنا السي عمر، هذا ما هادشي كيجري لنا معدم، هادشي غادي لنا معدم، حنايا ما عندناش سميتو والدعامة ضرورية ضرورية للدعامة، ياك السي عمر؟ اي اخويا. لا بدا لا بدا، ما درتوش الدعامة الأول شنو اللي وقع لكم؟ واه في الأول اللي وقع لينا وهذاك السيد اللي غرسنا تلقاسو ما خلاناش نديرو هاد الزيتونة. قال لك لا. بحال هذه دابا ما عندهاش الدعامه. ما عندهاش. ما عندهاش الدعامه، ها هي ولات بغات تصنع لنا زيتون اخر. ها الزيتونه الام فين ولات، ها هي ولات تصنع لنا زيتون اخر. اي. هذه ولا فيها مشكل دروك. كتقعدها غادي تهرس. لا ما تهرس والو. كتقعدي معاها غادي تهرس. العود باقي يرطب ما تهم يتهرس. هذا دروك راه كضطر باش غادي تضرب هذا وتضرب هذا وتضرب هذا وتخلي الزيتون واقف. هذه راه ما تقعدها هذه ولات صعيب. لا ما مش... لا لا العود 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 صحيح، راه العود صحيح، راني جاي كان راني جاي كخدام فيها، خدام فيها كيشتي قبيله. اي غنطاشيو غنطاشيو غنطاشيو. اي فهمت اخويا. بحال هكا غادي طاشيها، غادي دير العود بالعكس ديالها هنا وغادي تجرها
داكشي كلشي غتقادو، راه كنا مقادينو على البرد اللي خسر داكشي. الله يبارك فيك. حنا ما كنبغيش نقيسو هاد الام هادي. اييه فهمت. فهمت فهمت فهمت. وكان كانت الحوزية راه ممكن نقيسو ليها هذا. اييه. البيشولين هادي ما نقيسوش. مزيان اشتي، الله يعطيك الصحة. الله يعطيك الصحة يعطيك اسيدي. واك السيد اللي خرجنا في اللول، واك السيد ما ديروش القسمة. اييه كلها وفهمتو، ما كاين حتى مشكل، ما كاين حتى مشكل. هانيه هو اللي قال هذاك من الخطا كيتعلم بنادم، كيتعلم بنادم. اييه انت ملي تاك الخطا عاودي تفاديتيه. اييه الله يكمل بخير. اللهم هي راه خاصها تعقد، كل شيء غيتعقد. انا جاي خدام. لا على حساب المشاهدين باش ما نشوفوش خليتها متكيه. لا خدام غادي تخدم هاد. لا خدام راه كان مخدوم، راه غير البرد العجاج اللي خسرناكش. لا لا زينة تبارك الله، الله يكمل بخير. يلا.